بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي. في هذه الفقرة إن شاء الله سنستأنف مع الصفحة رقم 111، la page 111، la page 111، 111، 11. إذن 110، 111. إذن عندنا la page 111. Au début de la page, on a l'aventure d'un arbre. L'aventure d'un arbre. مغامرة شجرة. سنستكمل مع ما تبقى من هذه القصة كما نرى. جولي أنا أقرأ. جولي أنا أقرأ. C'est le verbe lire. C'est le verbe lire. هذا فعل قراءة. طبعا هو تنتمي للمجموعة الثالثة. طبعا كما نعرف بأن الأفعال في اللغة الفرنسية تتقاسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى تنتهي بـ أغ. مثلا بارلي تكلم، مارشي تمشى، مونجي أكل. وهناك أفعال كثيرة تنتهي بأغ. عموما بالمقارنة مع المجموعتين المتبقيتين، يعني أن المجموعة الأولى أنها سهلة في الصرف. إذا أخذت مثلا لفاغ مارشي، أقول في البخيزون جو مارش، تو مارش، إل مارش، نو مارشون، فو مارشي، إل مارش. أنا أمشي، أنت تمشي، أو أنت تمشين، هو يمشي، نحن نمشي، هم يمشون، إلى آخره. لفاغ مارشي تياخذ واحد النهايات. نفس الشيء في الأزمنة الأخرى. طبعا هذه المجموعات نستثنيو منها لو فيرب آلي، لأن في الصرف ديالو مثلا في البخيزون أقول جو في، تو فا، إل فا، ثم يتغير فنقول نوزالون، فوزالي، إيلفون. إذن كما تلاحظوا بأنه تيتغير. إذن هذا ما غنخليوش في هذه المجموعة وغنقلوه للمجموعة الثالثة. تنجيو للمجموعة الثانية، هي اللي تتنتهي بإي آغ بحال لو فيرب فينيغ. ولكن كاين واحد الشرط اخر، هو مع انه مثلا نقول نو فينيسون، فو فينيسي، ولا نقول نو فينيون. تنسمعوا هاد الدوزاس. مثلا في لامبارفي نقول جو فينيسي، مثلا في لامبارفي نقول جو فينيسي، نو فينيسيون، يعني اننا تنسمعوا هاد الدوزاس. اذا هذا الشرط الثاني، يعني الشرط الاول تيكون فيها العدو اي ار، الشرط الثاني تنسمعوا هاد الدوزاس. هذا المجموعه الثانيه، كاع الافعال اللي عندها هاد الشرطين تتنتمي للمجموعة الثانية. طبعا المجموعة الثالثة تضم بقية الحالات. كاين الأفعال اللي عندها إي آغ وما تتوفر الشرط الثاني، بحال لو فيرب فونيغ. فونيغ ينتهي بإي آغ، ولكن نقول نو فونون، ولا نقول مثلا نو فونيسون، يعني أننا ما تنسمعوش هاد الدوزاس. إذن فهو تنتمي للمجموعة الثالثة. طبعا كما قلنا بأن المجموعة الثالثة تضم بقية الحالات، مثلا pouvoir، يعني أن الفعل تنتهي ب او اي ار، مثلا pouvoir، مثلا valoir، الأفعال اللي تنتهي ب دي ار او، مثلا prendre، مثلا le verbe prendre، أو apprendre، أو entendre، يعني الأفعال اللي تنتهي ب دي ار او، مثلا le verbe aller اللي ما قبلناش في المجموعة الأولى، أو الأفعال اللي عندها اي ار او، مثلا lire، أو écrire، إلى آخره، وبقية الحالات. إذن هنا عندنا جولي، هذا لو فيرب لير، كما قلنا تنتمي للمجموعة الثالثة. سور لا روت، لاربر، إلى غوت دو، رونكونتر إبراهيم، أن غارسون دو 14 أن، كي دي أو سيدر، نو بار با، تو مون أبري، نو بار با، تو مون أبري، جي بزوا دو تون نومبر، جي بزوا دو تون نومبر. Laisse-nous partir, crie le cèdre, crie le cèdre. La goutte d'eau ramasse le paquet de l'arbre et le suit. La goutte d'eau ramasse le paquet de l'arbre et le suit. La goutte d'eau ramasse le paquet de l'arbre et le suit. Sur la route. Sur, يعني فوق أو على. La route, الطريق. Sur la route, على الطريق. يعني وهما أو وهي أو وهو على الطريق. إذن sur la route، على الطريق، لاربر إلى غوت دو، رونكونتر إبراهيم. إذن على الطريق، لاربر إلى غوت دو، الشجرة، المقصود شجرة الأرز، إلى غوت دو، وقطرة الماء، رونكونتر إبراهيم، رونكونتر إبراهيم، يعني أنهم التقوا إبراهيم. عندنا هنا لو فيرب رونكونتري، لو فيرب رونكونتري يعني التقى. غنشوفو الصرف ديالو في البريزون. نقول جو رونكونتر، انا التقي،
tu rencontres, أنت تلتقي أو أنت تلتقين. Il rencontre, هو يلتقي. Nous rencontrons, نحن نلتقي. Vous rencontrez, أنتم تلتقون. ثم الصرف اللي عندنا في النص il rencontre. Il rencontre, هم يلتقون. إذن طبعا شجرة الأرز ثم إبراهيم التقوا. إذن سنستعمل هاد il avec s. إذن تنتكلموا عليهم. ممكن أننا نعوض هذا الجمع بالضمير، وممكن أننا نترك الأسماء كما هي. سور لا روت، على الطريق، لاغبا إلى غوتدو رونكونتر إبراهيم. إذن الشجرة وقطرة الماء التقوا إبراهيم. إذن ممكن أننا نقول إيل رونكونتر. الفعل مع إيل أفك أس أو مجموعة كما عندنا هنا، قطرة الماء والشجرة. إذن نتكلم عنهم هم. إذن في هذه الحالة الفعل يأخذ أنتي، يعني تيأخذ في الأخر ديالو أنتي، باش الفعل تبين لنا بأنه تتكلم عن الجمع. ثم أن غارسون، من يكون إبراهيم؟ أن غارسون دو 14 ans. إذن هو طفل لأربعة عشر سنة. المقصود هو طفل دو 14 سنة. كي دي أو سيدا، الذي يقول لشجرة الأرز. On a le verbe dire. عدنانا le verbe dire. فعل قال. إذا لأي مجموعة ينتمي هذا الفعل؟ Le verbe dire. لأي مجموعة ينتمي؟ هل ينتمي للمجموعة الأولى؟ هل ينتمي للمجموعة الثانية؟ طبعا ينتمي للمجموعة الثالثة، لأنه ينتهي بـ RE. الذي يقول لشجرة الأرز، المقصود أنه قال لشجرة الأرز. Ne pars pas. Ne pars pas. لا تذهبي. Ne pars pas. طبعا كما لو يقول هنا لا تنطلقي او لا تنطلق. هنا عندنا لو فيرب بارتير، انطلق. فالبريزون نقول جو بار، تي بار، il part، نو بارتون، فو بارتي، il part. هم ينطلقون او يذهبون. طبعا الذي عندنا في النص عندنا الامر، نو بار با، لا تنطلقي. اذا عندنا الامر هنا. اذا في الامر ماذا نقول؟ في الامر نقول بار، انطلق. بارتون، فلننطلق. بارتي، فلتنطلقوا. بار، بارتون، بارتي. إذن بار، أنا أعطي الأمر لشخص أمامي، أنثى أو ذكر. أقول له بار، انطلق. طبعا الأمر بعدم الانطلاق نقول له ماذا؟ نو بار با، نو بار با، لا تنطلق. إذن هذا أمر هذا. ثم عندنا بارتون، فلننطلق. إعطاء الأمر بعدم الانطلاق نقول أيضا نو بارتون با، نو بارتون با، لا ننطلق. ثم بارتي، انطلقوا. في النفي أيضا نقول نو بارتي با، نو بارتي با، لا تنطلقوا، لا تذهبوا. إذا نفس الشيء قال هنا إبراهيم للشجرة، قال لها ماذا؟ نو بار با، لا تنطلقي، لا تذهبي. بمعنى آخر توي منابغي، أنت ملجئي. توي منابغي، أنت ملجئي. ما معنى ملجأ؟ الملجأ هو الذي يوفر الحماية والوقاية، كما لو يقول لها أنت توفرين لي الوقاية والحماية. تي منابغي، أنت ملجأي. عند علاقة بفعل أبغيتي، أبغيتي. مثلا موا جابغيت أن أنفون، يعني كأنني ملجأ له. جابغيت أن أنفون، يعني أنا أقي طفلا، أنا أحمي طفلا، كما لو أنني ملجأ له. إذا نتكلم عن لو فيرب أبغيتي. إذا توي منابغي، أنت ملجأي. جي بزوان دو طون نومبر، أنا محتاج. هنا عندنا كما قلنا فيما مضى جي بزوان، أنا عندي حاجة. دو طون نومبر لي ضليكي، لومبر المقصود به هو الظل، لومبر الظل. جي بزوان دو طون نومبر، أنا عندي حاجة لضليكي، لومبر المقصود به هو الظل. Laisse-nous partir, crie le cèdre. Laisse-nous, يعني اتركنا. Le verbe laisser, يعني تركة. Laisse-nous, يعني كما تقول له تخلى عنا. Laisse-nous partir, اتركنا ننطلق. كما نلاحظ مرة أخرى le verbe partir. كما قال إبراهيم, ne pars pas, لا تنطلقي. ثم تقول له الشجرة, laisse-nous partir. اتركنا، لسنو. هاد لو فيرب لسي راه في الامر حتى هو. تقول له لس،
laisse اترك laissons فلنترك laissez فلتتركوا. هنا أيضا تعطيه أمر. الأمر في اللغة الفرنسية يسمى l'impératif. طبعا نتحدث عن l'impératif présent. نتحدث عن l'impératif présent. كاين هناك أيضا l'impératif passé ولكنه قليل استعمال مقارنة بالimperatif présent. Laisse nous partir. اتركنا ننطلق. كخيلو السادة تصرخ شجرة الأرز. كخيلو السادة c'est le verbe crier. C'est le verbe crier. كما نقول هنا il crie هو يصرخ. كخيلو السادة تصرخ شجرة الأرز. La goutte d'eau ramasse le paquet de l'arbre. قطرة الماء تجمع ramasse c'est le verbe ramasser يعني يلتقط يجمع يضم كأنها تجمع أغراض الشجرة. كل الأشياء المتعلقة بالشجرة تجمعها قطرة الماء. ماذا تجمع بالتحديد؟ قطرة الماء. إذن لا غوتدو غاماس لوباكي. إذن قطرة الماء تجمع أو تلتقط ماذا؟ لوباكي علبة فيها أغراض الشجرة. لوباكي دو لارب. إلو سوي هذا لو فيرب سويفر. سي لو فيرب سويفر. أش من مجموعتين ينتمي هذا الفعل هذا؟ لأي مجموعة ينتمي؟ طبعا ينتمي للمجموعة الثالثة لأنه لا ينتهي بأر فنقول بأنه من المجموعة الأولى ولا ينتهي بأر فننظر في الشرط الثاني لنقول بأنه ينتمي للمجموعة الثانية. إذن أكيد أنه ينتمي للمجموعة الثالثة. لا ينتهي بأر فنقول بأنه من المجموعة الأولى. عندنا سويفر هو ينتهي بأر أ. ينتهي بأر أ. إذن هو لا ينتهي بأر. إذن لا ينتمي للمجموعة الأولى. ثم أنه لا ينتهي بأر بحيث أننا ننظر في الشرط الثاني لننظر هل يتوفر على دوزيس أم لا. هو أصلا لا يحقق أر وبالتالي فهو ينتمي أكيد للمجموعة الثالثة. إذن سيلوفاب سويفر إذن هذا فعل تابع. ماذا نقول في البريزون؟ لأن الفعل في النص مصرف في البريزون. إذن نقول جو سوي تماما بحال اتر ولكن فقط مع الضمير الأول في البريزون. ولكن فقط مع الضمير الأول في البريزون مع اتر. أقول جو سوي يعني أنا المقصود أنني موجود. أقول جو سوي. أقول مثلا جو سوي مالاد. جو سوي مالاد يعني أنا مريض. أو أقول جو سوي فيير دو توا يعني أنا فخور بك. جو سوي فيير دو توا. أو أقول مثلا جو سوي ديزولي. جو سوي ديزولي أنا آسف. كما لو أقول هنا أنا كائن آسف. أنا كائن الآن آسف. أنا لا أتحدث عن الماضي فأقول أنا كنت آسفا. أنا كنت مريضا. أنا كنت فخورا. لا أنا أتكلم عن الحاضر. أنا أكون الآن فخور. أنا أكون الآن آسف. إذا نتكلم عن لو فيرب اتر. جو سوي tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Nous sommes, vous êtes, ils sont. ولكن avec le verbe suivre أقول je suis أنا أتبع. Tu suis أنت تتبع. Il suit هو يتبع. Nous suivons نحن نتبع. Vous suivez أنتم تتبعون أو تتبعون بنفس المعنى. نقول مثلا est-ce que vous suivez un régime alimentaire particulier. هل أنتم تتبعون نظاما غذائيا خاصا. Est-ce que vous suivez un régime alimentaire particulier. هل أنتم تتبعون نظاما غذائيا خاصا معينا. إذا نتحدث هنا عن الوفاب سويفر. سلوفاب سويفر. إلو سوي. Laisse nous partir. Crie le cèdre. La goutte d'eau ramasse le paquet de l'arbre. La goutte d'eau ramasse le paquet de l'arbre. إلو سوي. La goutte d'eau ramasse le paquet de l'arbre. إذن قطرة الماء تجمع وتلتقط لو باكي دو لارب علبة الشجرة التي توجد فيها أغراضها. إلو سوي ثم تتبعه. طبعا شجرة الأرز هنا مذكرة في اللغة الفرنسية لذلك عندنا هنا إلو سوي وتتبعه ولا توجد عندنا إلا سوي. لو كانت كلمة لارب كلمة مؤنثة لقلنا هنا إلا سوي وتابعتها أو وتابعها. أسويفا كما نرى هنا أسويفا للمتابعة. المقصود أننا سنتابع هذه القصة في
فيما تبقى منا. puis nous passons à je retiens. ثم نمضي إلى je retiens. كما لو أقول أنني أبقي على معلومات ما، يعني أنني أحتفظ بمعلومات كأقل ما يمكن. je retiens c'est le verbe retenir. c'est le verbe retenir. طبعا le verbe retenir يعني يمنع يحتفظ، المقصود بأنك تحتفظ أو تحتوي أو تحتجز أو تضمن أو تستوقف أو أنك تبقي، يعني أنك تتحصر شيء واحد أو أنك تحصر شيئا. نقول مثلا retenir en otage، المقصود أنك تبقي على أشخاص في الاعتقال، أنك تبقي عليهم كرهائن. ومنها مثلا retenir des définitions، تبقي على تعريفات، يعني أنك تحفظ تعريفات أشياء، يعني أنك تحفظ تعريف كل مصطلح، كل مصطلح مصطلح أنت تحتفظ وتحفظ التعريفات الخاصة به. إذن عندنا هنا je retiens، كما لو أقول أنا أحتفظ بمعلومات ما. si nous prenons la première image qu'est-ce que c'est la première image qu'est-ce que c'est que désigne la première image ماذا تعني الصورة الأولى؟ إذن la première image désigne un paquet. La première image désigne un paquet. إذن الصورة الأولى ترمز إلى علبة. On a déjà vu dans ce texte la goutte d'eau ramasse le paquet de l'arbre. La goutte d'eau ramasse le paquet de l'arbre. Et le suit. La goutte d'eau ramasse le paquet. Ramasse le paquet de l'arbre. Et le suit. قطرة الماء تلتقط علبة شجرة وتتبعها. هنا طبعا كما قلنا وتتبعه، لأن الشجرة كلمة مذكرة. Alors on a un paquet. On a un paquet. Nous passons à la deuxième image. Que désigne la deuxième image? C'est le nombre. إذن هو رقم. C'est le nombre 14. إذن هو رقم 14. Après nous avons la troisième image. Après nous passons à la troisième image. Que représente-t-elle? Que représente la troisième image? ماذا تمثل الصورة الثالثة؟ Comme nous le voyons, on a il crie. إذن هو يصرخ. C'est le verbe crier. C'est le verbe crier. يعني صرخ. C'est le verbe crier. إذن هذا فعل صرخ كما رأينا فيما سبق. De la même façon, on a déjà vu dans ce texte, laisse-nous partir. Crie le cèdre. إذن اتركنا ننطلق أو نذهب. Crie le cèdre. تصرخ شجرة الأرز. Comme nous le constatons, on a le verbe crier. إذن كما نستنتج بأنه عندنا le verbe crier، عندنا فعل صرخ. Et enfin nous passons à la quatrième image. Que représente-t-elle? Sur la quatrième image, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur la quatrième image? ماذا عندنا على الصورة الرابعة؟ Sur la quatrième image, nous voyons une ombre. Sur la quatrième image, nous voyons une ombre. À la surah rabi'a nara une ombre. Une ombre. Nara dillan. طبعاً إلى جانب الشخص. Nous voyons une ombre. Nara dillan. طبعاً كما قلنا بأن l'ombre المقصود به الظل. Que dit Ibrahim au cèdre? Que dit Ibrahim au cèdre? ماذا قال إبراهيم لشجرة الأرز؟ Il lui a dit tu es mon abri. Tu es mon abri. J'ai besoin de ton ombre. أنت ملجائي. J'ai besoin de ton ombre. أنا محتاج لظلك. إذا رحلت فمن سيعطيني ظلا ويقيني ويحميني من أشعة الشمس الحارقة؟ إذا رحلت من هنا فمن سيبقى يقيني ويحميني من أشعة الشمس الحارقة؟ إذن جيب زواد الطنومبا. أنا عندي حاجة لظلك، المقصود أنني محتاج لظلك. Comme d'habitude, nous passons aux compétences. إذن كالعادة نمر إلى فقرة compétences، يعني قدرات. À la fin de cette semaine, tu seras capable. À la fin de cette semaine, في نهاية الأسبوع, tu seras. طبعا tu seras. هذا راه لو فيرب être. Au futur simple. يعني في المستقبل. طبعا في المضارع ماذا نقول؟ Au présent. ماذا نقول؟ أقول je suis. Tu es, il est.
Nous sommes, vous êtes, ils sont. طبعاً هذا في الحاضر. أقول je suis malade, أنا مريض. ولكن إذا قلت je serai malade, يعني أنا سأكون مريض. إذن أتكلم عن المستقبل. إذن je serai, tu seras, il sera. إذن tu seras, كما عندنا هنا. Tu seras, أنت ستكون. إذن عندما أقول je suis capable, أنا الآن قادر. Tu es capable, أنت الآن قادر. ولكن عندما أقول je serai capable, يعني أنني سأكون قادر. Tu seras capable, أنت ستكون قادر أو أنت ستكونين قادرة. Il sera capable, يعني هو سيكون قادر. Nous serons capables, vous serez capables, ils seront capables, يعني هم سيكونون قادرين. Tu seras capable, أنت ستكون قادر أو أنت ستكونين قادرة. لا فرق في اللغة الفرنسية في هذا الأمر. ثم d'exprimer un sentiment. D'exprimer un sentiment. أنت ستكون قادر على ماذا؟ d'exprimer un sentiment. على التعبير، كما نقول هنا على تعبير حس، على تعبير شعور، على تعبير شعور. Le sentiment المقصود بالشعور، ما تشعر به. نتكلم على le verbe sentir. نتكلم على le verbe sentir. نتكلم على le verbe sentir. يعني أنك تحس. وعد معنى أنك تشم، وعد معنى ديال أنك تشم. هاد الحاستين مجموعتين في هاد الفعل. أو نتحدث أحيانا عن سوسونتيغ، نتحدث أحيانا عن لو فيرب سوسونتيغ، يعني أنك تحس بنفسك. هنا عندنا إيديكسبريمي أن سونتيمون، هنا نتكلم عن الإسم لا نتكلم عن الفعل. هنا طبعا نتكلم عن الشعور أو الحس. إذن تو سوغا كابابل، تو سوغا كابابل، أنت ستكون قادر إيديكسبريمي أن سونتيمون، على تعبير حس. ثم tu seras capable, أنت ستكون قادر de lire les sons, على قراءة الأصوات، على قراءة الأصوات. les sons que، إذا الأصوات que، طبعا عندما نقول أصوات يعني نتكلم عن الصوت ولا نتكلم عن الكتابة. في حالتنا هنا الصوت que ممكن أنه يكتب سي أو كي أو كي إي أو كا أو سي أش. مثلا كلمة كلور نقصد بها الكلور، لا نقول شلور. أيضا تكنولوجي، هاد الكتابة تقرأ تكنولوجي ولا تقرأ تكنولوجي. إذا ممكن أنه يكتب بطرق متعددة. الذي يهمنا هنا أن ك مكتوبة بكي، الذي يهمنا هنا أن ك مكتوبة بكي بغض النظر عن بقية الكتابات. إذا الذي يهمنا هنا أن ك تعطي الصوت ك. Tu seras capable de lire les sons creux, dreux, être. Les mots المقصود هنا. Tu seras capable de lire les mots, يعني أنت ستكون قادر على قراءة الكلمات. Et les phrases والجمل. Les contenants يعني المحتويات إياه. المقصود هنا contenants ces sons. Contenants ces sons يعني متضمنات لهذه الأصوات. طبعا حتى لا نعيد كلمة سيسون هذه الأصوات، إذا نقول لي كونتونو المحتويات إياها أو المحتويات عليها. ثم ديكخير كوريكتومون لي سون إتيدييي. ديكخير المقصود هنا تي سوغا كابابل، أنت ستكون قادر أو أنت ستكونين قادرة بمعنى آخر. ديكخير كوريكتومون على كتابة بشكل صحيح لي سون إتيدييي، يعني الأصوات المدروسة كالتي عندنا هنا، الأصوات المدروسة كالتي عندنا هنا. ديكخير على كتابة كوريكتومون بشكل صحيح لسون إتيدي، الأصوات المدروسة. ثم دو تو كومبورتي دو فاسون ا إيفيتي لي جو دانجورو، دو تو كومبورتي دو فاسون ا إيفيتي لي جو دانجورو، دو تو كومبورتي وأن تتصرف. طبعا عندنا هنا لو فيرب سو كومبورتي يعني تصرف، يعني أنك تقوم بتصرف أو تقوم بسلوك، أو تقوم بسلوك. نتحدث عن لو فيرب سو كومبورتي، إذا تصرف. إذا الصرف ديالو دو تو كومبورتي، تي سوغا كابابل دو تو كومبورتي. الفعل لن يصرف، طبعا سيبقى الانفينيتيف. لماذا؟ لأنه يأتي بعد دو، لأنه يأتي بعد دو. طبعا الأفعال التي سبقتها كلها أتت بعد دو، وكما نلاحظ بأنها لم تصرف. طبعا هاد دو أنها تتطلبها الصيغة السابقة، هاد دو تتطلبها الصيغة السابقة. عندما أقول تي سوغا كابابل أكيد سأقول دو،
tu seras capable de, أنت ستكون قادر على. ثم نكمل. إذن tu seras capable de. إذن عندنا هاد دو. ثم يأتي بعدها أفعال أخرى. كما نلاحظ أنها لم تصرف. D'exprimer un sentiment. D'exprimer. ثم عندنا de lire les sons. إذن عندنا de lire. إذن lire لم يصرف. ثم عندنا d'écrire correctement les sons étudiés. D'écrire correctement les sons étudiés. إذن d'écrire كما نلاحظ الفعل لم يصرف. ثم وأخيرا et de te comporter de façon à éviter les jeux dangereux. إذن وأن تتصرف de façon بطريقة à éviter لتجنب. طبعا كما نلاحظ بأن le verbe éviter لم يصرف لأنه أتى بعد أ. هذه حالة أخرى الفعل لا يصرف فيها. الفعل إذا أتى بعد د لا يصرف. إذا أتى بعد هاد أ لا يصرف. à éviter هاد أ اللي عندها أكسون. les jeux dangereux بطريقة لتجنب les jeux dangereux الألعاب الخطيرة. الألعاب الخطيرة. أنت ستكون قادر في نهاية هذا الأسبوع أن تتصرف بطريقة لتجنب الألعاب الخطيرة. الفعل لا يصرف إذا أتى بعد دو، إذا أتى بعد أ، وفي حالة أخرى إذا أتى بعد فعل آخر أو إذا أتى بعد بوغ إلى آخره. إذن هذا كل ما يخص هذه الفقرة. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.